كيف شكلك؟ ارسم لي اياها. سبيد توكر فالاندكشن بالاندكشن موتور. يلا يا عم تعال. اول شيء الاكس اكسس ايش هو عاده؟ سبيد. تمام ام بالار بي ام. حطها ام احسن بلاش فكر مين هذا لينير سبيد. ار بي ام ماشي. وهذاك الاكسس ايش؟ التوك. تمام. اوكي. يعني هون يمكن احسن عاده نحطها او اللي شائع اكثر انها تكون زي هيك تقريبا وهذه زي هيك. شكرا يا عم. اذا هذا سبيد توركر في الاندكشن موتور مضبوط متذكرين؟ عندي هون سبيد ان وهون التورك في نيوتن متر مضبوط؟ هذا بمثل العلاقه، كل نقطه من النقاط هاي تقع النقاط هاي هي سبيد، علاقه بين سبيد وتورك لهذا الاندكشن موتور. هاي السرعه شو سميناها؟ ايش هاي السرعه؟ هاي سينكرونس سبيد، ان سينك او ان سينك. وبعدين شو بصير لما بزيد اللود؟ هي بنرسم هذا الكيرف، هاي عندي هون تورك، تورك 1 تورك 2، لما بزيد اللود شو بصير عمال بالسرعة؟ بتقل مش هيك؟ السليب السرعة هون قديش؟ السليب هون السرعة زيرو. إذا لو هذا بدي أحطه هون اس بتساوي 1 هون واس بتساوي زيرو هون اللي هو سليب الانزلاق، بس أنا بالسينكرونس مشين ما عندي سليب مظبوط؟ السرعة رح تضلها قديش؟ كونستنت على السينكرونس سبيد. إذا شكله غريب طبعا بس هو صحيح. سبيد تورك كيرف السينكرونس ماشين هي خط هذا شو يعني؟ كل ما زاد اللود كل ما زاد اللود على الماشين بتضلها السرعه كونستنت. شو اللي عماله بتغير بس انا بقدرش ارسمه هون؟ لا ايش اللي بتغير؟ لما بزيد اللود بس انا ما بقدر ارسمه هون في السينكرونس ماشين. لا فيش سليب في السينكرونس ماشين. لا هلا حكينا قبل شوي الزاويه. اي زاويه؟ جاما. تمام احسنت. الزاويه ما بين بي ار وبي اس بتزيد. كل ما زاد عندي اللود على المشين الزاويه السيارتين متذكرين السيارتين؟ بتضلها المسافه كونستنت بينهم. اذا الزاويه جاما بتضلها كونستنت او بتزيد عفوا كل ما زاد اللود. فهدول بيبدوا هيك عند النقطه هاي. لما يزيد اللود عليهم ويزيد التورك شو بصير بجاما؟ بتزيد بتزيد. كمان بزيادة جاما شو الزاوية الثانية اللي بتزيد؟ دلتا. إذا نتذكر إنه هذا في آر هذا بي إس هذا في المحرك وطبعا إحنا عم نلف كاونتر كلوك وايز أوميجا سينك والزاوية بينهم جاما. كل ما زاد اللود عندي هون إيش عماله بتصير الزاوية هاي؟ بتزيد لحد ما أوصل عند أقصى نقطة أعلى نقطة قديش بتكون دلتا مش جاما؟ 90 درجة. تمام. فلو رسمت الآن هون لو اعتبرت هون في عندي خليني أرسمها بشكل مرتب هاي بي نت متذكرين بي نت وهاي الزاوية دلتا هاي الزاوية دلتا. لما بوصل عند النقطة هاي اللي هي أعلى شيء خلص رح يعمل ستولينج الماشين بتكون دلتا شو صارت؟ 90 درجة. جاما بتكون أكثر ما بين ال 90 وال 180 بعرفش قديش قيمتها بالضبط. إذا هذا هو السبيد تورك كيرف للسينكرونس ماشين في حين هذا السبيد تورك كيرف للأسينكرونس ماشين. واضح من هون شو ميزة السينكرونس ماشين على الأسينكرونس ماشين؟ ان السرعه تبعته كونستنت. تمام ما بتتغير سرعه السينكرون من اسمه سينكرونس ماشين. بتغير اللود ما عم تتغير السرعه في حين الاسينكرونس او الاندكشن ماشين ايش عماله بيصير بتغير السرعه؟ طيب عماله بينزل وبزيد السليب بيبدا السليب من زيرو بزيد فبتنزل 1450 1430 1390 لحد ما توصل عند النقطه هاي. هون عندي النقطه اللي الاندكشن موتور ايش بصير؟ وايش سمينا هذا التورك متذكرين؟ بول اوت او الماكسيمم تورك. هذا البول اوت او الماكسيمم تورك. اذا هاي سبيد تورك للسينكرونس ماشين.